السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مساء الورد والعافية عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. واليوم عندنا فيديو جديد اللي هو عن اسئلة التلفزيون التربوي للصف السادس الابتدائي الاسبوع السادس. اوكي ماماتي حبايبي، راح نبدي هسه نحل ونشرح الأسبوع السادس. طبعا الأسبوع السادس راح يكون هو مراجعة لليونت الأول والثاني، يعني كلها معلومات مرة علينا وشارحيها. فنجي question one، choose the correct choice، يعني اختر الاختيار الصحيح، الإجابة الصحيحة. نجي عندنا number one، I live in Basra. I live in Basra. It, they, is, in the south of Iraq. I live in Basra. It, they, in is in the south of Iraq. زين، عندنا هنا نختار يا أما it يا أما they. أباوع، إيش عندي؟ عندي البصرة. البصرة عاقل أو غير عاقل؟ معناها مو إنسان، هي غير عاقل. فش ناخذ يا ضمير إلى الغير عاقل؟ راح ناخذ ال it. أوكي، راح أأشر على كلمة it، ضمير ال it. ليش اختارت it؟ لأنه البصرة هي غير عاقل فتأخذ ال it. Number two، a t-shirt is made from. A t-shirt is made from. عندنا التيشيرت، من شنو مصنوع التيشيرت؟ الكتن لو الجلاس، أكيد الكتن، لأن ماكو تيشيرت مصنوع من الزجاج، فنختار لها كتن. Number three، do does they play football. Do does they play football. أيضا أبابا قبل لا أختار شنو عندي؟ عندي الضمير الشخصي الذي. الذي جمع لو مفرد؟ أكيد جمع، قلنا ويا جمع شجينا do لو does، أكيد راح ياخذ الدو لأن الداز فقط تجينا ويا المفرد. أوكي، راح يصير do they play football. Number four، a bus driver works. A bus driver works in on the roads. أوكي، عندنا هنا يعني سائق الحافلة هو يعمل. إيش نختار له؟ الحرف الجر ال in لو ال on ويا ال routes، قلنا ويا الأماكن المفتوحة نختار on. شنو مكان مفتوح؟ يعني مكان ما بي لا سقف ولا سياج. أوكي، يعني مكان مفتوح. ال in قلنا تجينا ويا الأماكن المغلقة. شنو الأماكن المغلقة؟ معناها المكان اللي يكون بيه بناية. هسه routes، عندنا هنا routes هو بناية لو مكان مفتوح، أكيد مكان مفتوح لأن الطريق هو، فأختار له الأون، تحصير أون. بعدها how old، how old is a وسام. هنا عندي وسام، وسام مفرد لو جمع؟ أكيد مفرد. زين، عد ال is تجينا ويا المفرد، والآم فقط تجينا ويا الآي، الآم فقط ويا الآي. زين، هنا عندي آي لو وسام، أكيد وسام، فراح أختار لها is. Number six، I want to be a. I want to be a teacher, cook, because I want to help young people learn. هنا أريد أن أصبح معلم لو طباخ لمساعدة الأشخاص أو الناس إلى التعلم. من هو اللي يساعد الناس حتى يتعلمون؟ أكيد التيتشر. أوكي، فراح أختار كلمة teacher. هذا بالنسبة للسؤال الأول. نجي على question two، السؤال الثاني. Fill in the blanks with the missing words، يعني املأ الفراغات بالكلمات المفقودة. About number one، book صارت a book. احنا قلنا قبل لا أحل أي موضوع أشوف الفراغ أو المثال العفو، المثال اللي محلول عندي. عند هنا book صارت a book، معناها شنو ضفت لها قبلها؟ ضفت أداة نكرة. هنا حرف صحيح خلينا قبله أه. زين، هنا كلمة orange إيش راح تصير وياها؟ شخلي الأه لو الآن؟ أكيد راح أخلي الآن. أوكي، ليش خليت الآن؟ لأن عندي الأو، الأو هو حرف ألة، فصير آن orange. أوكي، on orange.
قالت لها on orange لأنه بادية بحرف ألا. Number two old old يعني الكبير old عكسها young old عكسها young. زين soft soft الناعم شنو عكس الناعم؟ أكيد قاسي اللي هو hard. أوكي راح نكتب المعاكس مالتها hard. بعدها عندنا teach صارت teacher teach صارت teacher. drive شوف هنا شنو ضاف لها بالأخير؟ ضاف لها er. فهنا الدرايف إيش راح يصير؟ راح يصير driver يعني أيضا راح أضيف لها er لكن هو موجود بها هنا ال e فقط راح نضيف لها ال r driver. أوكي يعني فقط ضفت لها حرف ال r لأنه ما يصير أكرر ال e مرتين. كتن عندنا الكتن شنو المصدر مالته؟ البلانت يعني مصدره من النباتات. زين الوود الخشب منين مصدره؟ اكيد من التري من الاشجار. عندنا هنا أنا بان اوكي بان صارت بانس جمعتها بان صارت بانس. زين عندي كلمه مان المان هنا كلمه شاذه معناها ما راح اقدر اضيف لها اس الجمع لا راح يتغير شكلها. قلنا جمع مان شنو؟ مان اوكي راح يصير مان. ليش ما ضفت لها اس؟ لانه هي شاذة. بعدها عندنا question 3 use the following words to complete the sentence يعني اكمل استخدم الكلمات الاتية لاكمال الجمل. الكلمات اللي هي عندنا dress doctor tree and plane. اوكي راح اخلي الكلمة المناسبة بالفراغ المناسب. Number one, my aunt, عمتي. My aunt is a nurse. هي ممرضة. She works. She works a big hospital in Baghdad. عندنا الهوسبيتال. Hospital. إيش تأخذ الهوسبيتال؟ إيش راح نقول؟ My aunt is a nurse. She works in a big hospital. أوكي ليش اختاريت ال in؟ لأنه الهوسبيتال مكان مغلق فلازم ياخذ وياه الحرف الجر الام. When I grow up I want to be a to help other people يعني عندما اكبر اريد ان اصبح لاساعد الناس المرضى. من اللي يساعد المرضى؟ اللي هو الدكتور. اوكي راح نكتب دكتور. عندنا نمبر 3 these socks are. these socks are يعني الجوارب الجراب هم ايش بيهن؟ راح نختار لها بلين معناها لون واحد سادة لونها سادة راح اكتب بلين. اوكي نجي بعدها نمبر العفو نمبر 4 ربر المطاط comes from a. ربر المطاط يأتي من شنو المصدر المطاط اللي هو التري. بعدها نمبر 5 I am looking for a أنا أبحث عن dress يعني dress شنو؟ معناها فستان. عندنا question 4 اللي هو match list A with list B يعني المطابقة اللي هذا بعد تعودنا عليه هذا السؤال. عندنا how old is هبة؟ how old is هبة؟ كم عمر هبة؟ مبين من دا يسأل على ال how old لازم شكتب لازم ألقي عمر فهنا شنو اللي عندنا؟ عندنا بي راح أكتب بي. Number two, my uncle is a waiter. He works in a. وين يعمل الويتر؟ راح نختار restaurant. restaurant المطعم فأختار هنا الإي. أوكي راح أكتب إي. بعدها who is a nurse. who is a nurse من هي الممرضة؟ راح نختار وسام's mother اللي هو دي. وسام's mother يعني أم وسام. Can I help you? Can I help you؟ ما طلع عندي can معناها لازم يكون جوابي بي yes. إيش راح أختار لها؟ yes please. فهو راح نختار A. Number five. Number 5 عندنا I want to look at the saucepan. Okay, where do I go؟ يعني أنا أبحث عن مقلاة أين أذهب؟
I want to look at the saucepan. Where do I go? أين أذهب؟ راح نشوف يقول do the home cooking. إلى أدوات المطبخ. شنو موجود السي؟ راح أكتب هنا سي. هذا السؤال الرابع A. سؤال الرابع B. هنا قال rewrite the following sentence using capital letters and punctuations mark. يعني أكتب بالخط والتنقيط. أوكي؟ عندنا هاي الجملة راح نكتبها بالخط والتنقيط. أول شيء عندنا عمار. عمار اللي هو اسم إنسان، فلازم نكتب أول حرف يكتب كبير. عمار. has تنزل نفسها الهاز. to تنزل نفسها. أوكي ما تتغير. cousin cousins نفس الشيء راح تنزل، ما بيها أي اختلاف. cousins. وعندنا كلمة باسم راح يصير كابيتال. ليش؟ لأن اسم إنسان، قلنا حتى لو يجي بوسط الجملة لازم يكتب كابيتال. وعندي and هبة أيضا كابيتال راح ينكتب لأن اسم إنسان، وأخلي نهايتها نقطة. خلصت هذا السؤال الرابع بي. الحد هنا خلصت أسئلتنا للأسبوع السادس. أسئلة حلوة وسهلة وبسيطة وكلها ماخذيها وشارحيها، وإن شاء الله يا ربي كان الفيديو سلس واستفاديتوا من عدة، كان شرح واضح. وشكرا للمتابعة، لا تنسى اللايك للفيديو ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. وزكاة العلم نشره إن شاء الله القادم أفضل. وشكرا جزيلا. Goodbye.